فظلام ثم نور وحياة من بعد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فمتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة التي هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من العائسين.
اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا سامع كل النجوى ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا نسألك أن ترحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وثق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته بالبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالح تبغي رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم إن أعداءهم لا يعجزونك بشيء فأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم خذ كفينا أسرانا وأسرى المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين صحة. اللهم كن لهم يا رحمن يا رحيم. اللهم امكر بمن مكر بهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب مساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة في قوم فقدمنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وبك منك لا نصحي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.